بجولة على المواعيد الثقافية، حدث فني الهدف منه إنساني، أمسية رح يشهدها قصر اليونسكو للفنانة فايا يونان، وبرفقها فرقة موسيقية بقيادة ريان الهبر ريعوا بعود لمساعدة ودعم المدارس الرسمية لبرنامج جمعية ممكن. الموعد إذا اليوم الساعة 8:30 المساء. مثل كل يوم تنين بتعطينا جامعة الويزة موعد مع النائد أميل شاهين، موعد مع فيلم بيتم عرضه ومن بعدها مناقشته، واليوم الفيلم The Bridges of Madison County للممثل كلينت إيستوود وميريل ستريب. العرض بيبدأ على الساعة 7 المساء. تكريما للسيدة فيروز رح يطلق المركز الثقافي الفرنسي بجوني وميزون دي جان اي دو لا كولتور بزوق مكايل، رح يطلقوا اذا عام الثقافي ل 2015-2016 مع الفيلم الوثائقي فيروز للمخرج الفرنسي فريدريك ميتيران، وخلال الأمسية أغاني للسيدة فيروز. الموعد ب 12 الشهر بالمبنى الثقافي بجانب بلدية زوق مكايل على الساعة 8 المساء، وبنسمع من فيروز. يا ستي يا ستي بدور شوف القمر كيف بيدور، والناطورة بدها شمس والشمس بعقد المرجان. ضمن البرنامج الفني اللي بينظمه البلو نوت كافيه بالحمرة، موعد مع الطرب مع الفنانة عزيزة يوم الأربعاء المقبل الساعة 10 المساء. بعد ما قدمت عدد من المسرحيات من كتابتها وإخراجها مثل أيام بتسوى فرانكو، الأربعاء بنص الجمعة وغيرها، اليوم بترجع المخرج المسرحية باتي توتال بعمل جديد مع مسرح الجريمة يلي بيجمع عدد من الممثلين لممر عشلي، جورج دياب، جيسي خليل وغيرهم، والعروض على خشبة مسرح مونو من الخميس للأحد ومستمرة ل 15 تشرين الثاني على الساعة 8:30 المساء. اليوم الساعة 6 المساء حفل موسيقي العازف البيانو السويسري ريتو راخنباخ بدعوة من مؤسسة الصفد السقفية وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية الألمانية لإنماء الثقافة، وهالأمسية بمركز الصفد بطرابلس.
السعاليك هالفرقة اللبنانية يلي عم تجمع عدد من الشباب تحت شعار الفن رح تطلق ب 18 الشهر عمل جديد وسيدي براديو بيروت بمرمخايل الساعة 9:30 المساء، وأكيد رح يكون في عزف لأغاني قديمة وجديدة خلال الأمسية ومنسمع منهم. بترحم على حلماتي يمكن هذا الشيء أحسن له أحسن ما يدور الولاد يمكن هذا الشيء أحسن له أحسن ما يدور هذا. كانت جولة على أبرز المواعيد السقفية والفنية. منرجع لعندك جوال لحتى نشوف حركة السير لليوم. اتصال من غرفة التحكم للمرور ببيروت مع المعاون رؤوف أبو العز. مرحبا. مرحبا يا أهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم الاثنين على الأرجح عجقة، والعجقة مبلشة من بكير يعني حسب ما لاحظنا. المرور الصباحية لبداية الأسبوع ناشطة إلى كثيفة، وخاصة على مداخل العاصمة. نعم. كالمعتاد بنبدأ بالمدخل الشمالي اللي عم بيشهد حركة سير كثيفة من كازينو لبنان جوني حتى نفق نهر الكلب. نعم. وبيكمل ضغط السير باتجاه بيروت مرورا بالنقاش انطلياس جل الديب وصولا حتى الدورة الكارنتينا. بالنسبة لبوليفار سن الفيل عم بيشهد حركة سير كثيفة من نهر الموت باتجاه إشارات جديدي الاتحاد خباز، وحركة سير ضاغطة من الصالومي باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الواطي. نعم. المدخل الجنوبي للعاصمة في حركة سير كثيفة على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي حتى أنفاق المطار، كذلك خلدي الأزيعي. أوكي. أما المدخل الشرقي عم بيشهد حركة سير ناشطة من الجمهور نزولا باتجاه الصياد، كذلك الأمر بالنسبة لمحور الحدث جاليري سمعان شيفرولي. أوكي. أما بالنسبة للحركة المرورية ضمن شوارع العاصمة عم بتكون كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سليم، مننتقل لكورنيش المزرعة حركة سير ناشطة على المسلكين، كورنيش النهر حركة سير ناشطة من العدلية باتجاه جسر الفيات حتى تقاطع الدخولية، وأخيرا حركة سير ناشطة من جادة عمر بيهم باتجاه بشارة الخوري تباعا حتى وسط العاصمة. نعم. أما باقي المحاور حركة سير طبيعية. هيدا فيما خص السير لليوم. وفيما خص الحوادث؟ فيما خص حوادث السير تسجل أن خلال 24 ساعة الماضية 18 حادث كانت نتيجتهم 40 جريح ووفاة شخصين للأسف. كرمال كتير عم تعلى نسبة حوادث السير كتير. صح. كرمال عدد كبير من الإصابات بنطلب من السائقين التروي والحذر أثناء القيادة لتجنب حوادث الاصطدام والتدهور. نعم. شكرا لك المعاون رؤوف أبو العز، يعطيك العافية. بنتمنى لكم بداية أسبوع حلوة. نحن رح نتوقف مع بريك جديد، من بعده متابع أخبار الصباح. خليكم معنا.